بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاءاتنا المتجددة، ونحن نتحدث عن اللغة العربية، ونستضيف من خلال هذا البرنامج الأدباء والشعراء وأهل الفن والثقافة، ومن قدموا علوما ومبادرات تخدم اللغة العربية. أما الثقافة والفنون فلها مدرسة. الثقافة والفنون علم يدرس ونهج يتبع، له أهله وله علماؤه وله مدرسته الخاصة التي هناك من تتلمذ بها وأصبح أستاذا وتطور، ومنهم من أبدع وتميز. في مدرستنا في هذا اليوم وفي هذا اللقاء المدير للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة. جمعية الثقافة والفنون حققت الكثير من المنجزات خلال العامان المنصرمان، واستطاعت أن تغير الصورة الذهنية للمجتمع، فأصبحت منارة للثقافة والفنون بتقديمها للبرامج والفعاليات التي تلبي متطلبات المشهد الثقافي الحالي والحضري وكذلك الفني. ضيفي هو الأستاذ محمد بن إبراهيم آل صبيح. حياك الله أستاذ محمد. حياك الله أخي الكريم، سعيد بلقائك. وأنا كذلك سعيد. أستاذ محمد، قال عنك مجموعة من الزملاء أطلقوا عليك مسمى العبقري، لقبوك بالعبقري لأنك تجمع العقول وتصنع من هذه العقول نموذج عمل يمكن أن يعمل به، ونموذج يمكن أن يدرس. ما شاء الله تبارك الله. بداية وأدخل معك في صلب الموضوع، كيف استطعت أن تجمع مجموعة من العقول المفكرة والمبدعة في جمعية الثقافة والفنون؟ أولاً جزاك الله خير، وكلام كبير، وشاكر للزملاء، وهذا من حسن ظنهم جميعاً. ما أنا إلا من فريق عمل كامل استطاع أن يعمل في جمعية الثقافة والفنون وأن يقدم كل هذه البرامج وهذه الفعاليات وفق رؤية المملكة 2030 وتطلعات قيادتنا الحكيمة ومشهدنا الثقافي. جميل. أستاذ محمد، اليوم ونحن في مبادرة كيف نكون قدوة بلغة القرآن، والجمعية تواجدت هنا ما شاء الله تبارك الله بقوة، ما هو دور الجمعية الذي تواجدت به ولامست الجمهور من خلال هذا المكان؟ سياستنا في جمعية الثقافة والفنون نؤمن بالتكامل مع جميع الجهات الحكومية ومع الأفراد، ورسالتنا سامية، والجمعية هي الحاضن الأكبر للمثقفين والفنانين، وفي جدة تحديداً تاريخ كبير ومنجزات كبيرة جداً عبر مسيرتها التي تتجاوز 50 عام. بلا شك هذا الجناح كان عبارة عن تكامل مع نادي جدة الأدبي، بيت الثقافة الكبير، ومع قناة إقرأ، القناة التي تعمل على ترسيخ القيم الثقافية، وكذلك مع جامعة الملك عبدالعزيز. استطعنا أن نكون شراكة فاعلة لتقديم مبادرات نوعية وبمخرجات لها أثر كبير ومؤثرة في المجتمع وفي كل من يزور الحديقة الثقافية. ما شاء الله تبارك الله، لاحظت حجم الإقبال المميز، ونقصد المميز جدا جدا جدا، على هذا التكامل الرباعي ما شاء الله تبارك الله الذي تواجد فيه، وكذلك حجم الجمهور الذي تواجد، فعاليات مختلفة، مسابقات، إصدارات توزع للزوار. هذا السر، ما هو ذا السر غير التكامل والتحالف؟ روح الفريق، الروح المحبة المتطلعة. الحديقة الثقافية روح الأمير خالد الفيصل، الأمير القدوة الملهم الذي دشن هذه المبادرات منذ أعوام، ودائما هو يطلق مبادرات خلاقة، مبادرة كيف نكون قدوة، كيف لا تظهر بهذا الجمال وبهذا التميز وبهذا الإبداع. إضافة لأننا في هذا العام نحظى بدعم كبير من ملتقى مكة الثقافي بإدارة الدكتور محمد المسعودي. هذا الرجل وهذه القامة الكبيرة استطاع أن يحتضن جميع الجهات، استطاع أن يوفر ويسهل جميع الإمكانيات حتى نقدم كل ما نستطيع من فعاليات ومن برامج في هذا المكان الجميل. جميل جدا. أستاذ محمد، الجمعية خلال الأعمال المنصرمان ما شاء الله تبارك الله قدمت الكثير وساهمت في تغيير وتعزيز صورة ذهنية جديدة مختلفة رائعة. ما هي أبرز المنجزات التي قدمت خلال الأعمال المنصرمان من خلال الجمعية؟
كما سبق وذكرت لك، الجمعية هي الحاضنة الأكبر، وبالتالي فتحت الباب على مصراعيه لجميع المثقفين والفنانين، فتواجد الجميع، والجميع كانوا شركاء نجاح في جميع الفعاليات والأنشطة المقامة في جمعية الثقافة والفنون. الجمعية قدمت كل برامجها وفعالياتها، نراها منجز ونراها تستحق الاحتفاء. بلا شك جائزة الخط العربي التي رعاها سمو سيدي الأمير خالد الفيصل هي الأهم والأكثر أهمية لأثرها، ونحن الآن نشهد إطلاق وزارة الثقافة وبتوجيهات سمو الأمير بدر الفرحان عام الخط، والخط العربي هوية أمة، ونحن في المملكة العربية السعودية قلب هذه الأمة، ومن واجبنا الاهتمام بالخط العربي وباللغة العربية وتنمية قيم الاهتمام بها في المجتمع من خلال فعاليات ومبادرات ومسابقات. والجمعية هذه دورها من خلال المسرح، من خلال السينما، من خلال لجانها في الخط والفنون التشكيلية، أن تتفاعل مع المجتمع وأن تساهم في تنفيذ هذه الأفكار وهذه الاستراتيجية لتحقيق التطلعات والرؤية العظيمة للأمير محمد بن سلمان 2030. ما شاء الله، عاد احنا محظوظين بمهندس الرؤية. بلا شك الأمير محمد بن سلمان مهما تحدثنا عنه لن نفيه، يسبقنا بأعوام. رجل مفكر متطلع يعمل لخدمة وطن، فملايين السعوديين يجتمعون في قلب هذا الرجل وفي فكرة، لذلك نجد رؤيته تحمل رسالة عظيمة للعالم، رسالة تنويرية للعالم، رسالة محبة، رسالة سلام من وطن السلام المملكة العربية السعودية. الحمد لله، إن شاء الله ربي يديمنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الوطن المعطاء نقدم العلم ونقدم المواهب والإمكانات. على سيرة المواهب والإمكانات أستاذ محمد، ما هو دور الجمعية في تبني المواهب والإمكانات؟ يوجد ما شاء الله في مجتمعنا مواهب وإمكانات وطاقات رائعة، فقط تريد الفرصة، تريد المكان، تريد الانطلاقة. ما هو دور الجمعية في تبني ودعم هذه المواهب؟ كلام كبير جدا. المملكة العربية السعودية غنية جدا بثرواتها الطبيعية، ولكنها قبل ذلك وبعدها أغنى بالإنسان السعودي، أغنى بمواهبها بمبدعيها في شتى المجالات، ويستحق الجميع أن توفر لهم البيئة المثلى، البيئة الإيجابية، البيئة الصحية حتى تنمو هذه المواهب. شاهدنا كثير من الفنانين ومن المبدعين السعوديين في شتى المجالات يعتلون أعلى المنابر ويحصلون على التميز وعلى الإبداع، فدورنا يقتضي علينا أن نفتح الباب، أن نساهم في استقطاب المواهب، في توجيههم، في تأهيلهم كذلك، وتوفير كل سبل النجاح. كل المراكز الثقافية يجب أن تعمل برؤية تكاملية مع كل الجهات، يجب أن يكون هدفنا تنمية وطن، وأن لا نعمل للجهة كجهة مستقلة وكبرنامج مشروع خاص. بلا شك كل جهة استراتيجيتها وأعمالها، ولكن في النهاية نحن نعمل في بوتقة وطن وتحت مظلة قيادة حكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ونحن في منطقة مكة المكرمة رعاية كريمة من الأمير خالد الفيصل بلا شك، ودعمه لجميع البرامج الثقافية، وهو رجل فكر ورجل الثقافة ورجل الأدب والشعر والسياسة والإعلام، وكذلك وجود الأمير بدر بن سلطان يعني محفز جدا، أمير متطلع ننتظر منه إن شاء الله الكثير في الأيام القادمة. الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة دوره يعني بناء، ولاحظنا معرض جدة للكتاب كان أحدث نقلة نوعية على الثقافة وعلى مستوى الثقافة في جدة خلال الخمسة أعوام الماضية. صحيح جدا. أستاذ محمد، وأنتم الآن في إدارة جمعية الثقافة والفنون، كيف ترون التطلعات لمستقبل الثقافة والفنون في المملكة العربية السعودية؟ المستقبل كبير جدا، نحن نعيش في حاضر جميل، والمستقبل أنا على يقين أنه أجمل وأكمل وأتم. المشاريع المطروحة من القيادة الحكيمة مشاريع تنويرية، مشاريع عظيمة جدا، الجميع يعمل على تحقيقها، ونحن على ثقة في مجالاتنا الثقافية بوجود الأمير بدر الفرحان أننا نستطيع أن نحقق منجزات كبيرة جدا. كنا متأخرين كثير، تأسست وأنشئت وزارة الثقافة، والآن هي تقود حراك ثقافي كبير جدا للنهوض بالثقافة السعودية وإيصالها إلى العالمية، وكما شاهدنا الكثير من الفعاليات المقامة في عواصم عالمية والجميع أشاد بها. صحيح جدا. أستاذ محمد، من اللقاءات المميزة، وأشكرك
لهذا العمل المميز، وأشكرك لأن فريق العمل معك أثنى عليك وذكرك بالعبقري وذكرك برجل مختلف صنع فكرا مختلفا في جمعية الثقافة والفنون بجدة. شكرا لك. الشكر لكم، والفريق العمل هو أساس هذا النجاح. نحن في جمعية الثقافة والفنون ليس لدينا مدير، نحن فريق نعمل بروح المدير. ربي يوفقكم إن شاء الله. شكرا. إذن مشاهدين الكرام، كان ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ محمد بن إبراهيم آل صبيح، وهو مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة. مشاهدين الكرام، المسرح والكلمة يمكن أن يغيروا في مجتمع، ويمكن يغيروا في قيم، ويمكن أن يغيروا في معتقد، ويمكن أن يؤصلوا ويبدعوا ويكونوا منارة للإبداع والتميز والعطاء من خلال المسرح والكلمة. كونوا بخير، وألقاكم بإذن الله مرة أخرى، والسلام عليكم. قبل أن أشكر، دعوني أقدم الشكر والتقدير لجميع فريق العمل، لمخرج البرنامج ولمصوري هذا البرنامج ولكل من عمل خلف الكواليس ولهندس الصوت ولجميع العاملين. نلقاكم إن شاء الله في مناسبات أخرى وبرامج أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.